والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد إخواني الكرام، نحن ما زلنا في مناظرة مع الأخ راشد العكام حول حديث الجارية حصرا. طبعا نحن في الجزء الأول نلخص ما تكلمنا عنه في الجزء الثاني، في الجزء الأول، لأنه الآن نسجل الجزء الثاني لليوتيوب. الجزء الأول قلنا أنه هذا حديث الجارية أولا فيه إشكالات كثيرة على مذهب السلفي الوهابي، ليس على مذهب الأشاعرة، الآن على مذهب السلفي، أنه شهد لها بالإيمان لقولها أن الله في السماء دون أن تشهد أن لا إله إلا الله، مع أنه شهادة أن لا إله إلا الله كما يقرر السلفي والوهابي أنه هذه هي العلامة الفارقة بين أهل الشرك وأهل الكفر، ولا يجزي أن تقول لا خالق إلا الله، لأن أهل الشرك يقولون لا خالق إلا الله، فلذلك أنه لا بد من أن تقول لا بد من لا بد، وهذه أتينا لكم المرة الماضية، هذه طبعا أتينا لكم بها، هذه في هذا الكتاب، أنه لشروط للا إله إلا الله سبع شروط، اللي هي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد، لاحظوا ونظموها بهذا البيت، وأنه لا تجزئ شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى لا تجزئ؟ يعني أنت لا تصبح مسلما حتى لو قلت لا إله إلا الله، لإذا لم تحقق السبع شروط هذه مجتمعة. لكن حديث جاري ما فيها أصلا لا إله إلا الله. هم الوهابية لما يكفروا الناس إيش بيقولوا؟ نقول لهم كيف عم تكفر من قال لا إله إلا الله مشان قضية القبور ولا كذا؟ بيقول لك إيه، بس لا يكفي لا إله إلا الله، لازم يأتي بشروطة اللي هي السبعة هذه، اللي منها العلم بالمعنى. طيب حديث جاري ما في أصلا اللفظ لا إله أصلا ما في، هذا شرحنا. هذا أيضا هون لاحظوا، هون في أيضا شرحنا أنه هم قرروا أنه لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا موجود إلا الله، هذه لا تدخل الإسلام ولا يكون بها الرجل مسلما. لماذا؟ لأن هذه يشترك في القول بها سائر الناس من المشركين والمجوس واليهود والنصارى. لاحظتم أنه الذي يدخل الإسلام فقط لا إله إلا الله، هي الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام، وأنه ما سوى ذلك يشترك في كل الأديان، وحتى أهل الأوثان مثل المشركين واليهود والنصارى كلهم يقول الله موجود، لا رب إلا الله لا خالق الله، هكذا هم يقررون. وطبعا احنا وقفنا على التناقض اللي هذا صاحبنا هذا في كتابه الثاني بيقول لك لا، لأنه هم بيقول أيضا المشركين أيضا هناك كما ترون يقولون، هم وسائر بني آدم يقولون بأنه لاحظ، بل العرب والعجم والآدميين كلهم يقولون إيش، أنه اتفقت كلمتهم على أنه إيش، على قضية هذه أن الله في السماء. لاحظ أنه بالأخير بيقول لك وعلو الله هذا أمر مجمع عليه. طيب إذن ما الفارق إذن بين المشرك والمسلم هنا؟ أنت هنيك عم بتقول لا خالق إلا الله، هذه ما بتفوت الإسلام. لماذا؟ لأنه هذه أيضا يقولها المشرك. طيب المشرك أيضا حسب ما عم تقرر هون أنه يقول الله في السماء، فإذا من أعلام فارقة اللي هي لا إله إلا الله، اللي هي كما سنرى أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الناس أتشهد أن لا إله إلا الله. لكن هون في هذا الحديث حسب هذه الرواية اللي في مسلم ما في، لأنه في روايات أخرى خارج حديث الجارية في خارج مسلم في أتشهدين، سنأتي عليها. فهذا النقطة الأولى اللي قررناها. الآن سنأتي إلى تقرير النقاط الأخرى في حديث الجارية، لأنه مثل ما نشوفين الأخ هذا بطيء بالكلام أو بطيء إحنا سنأمشي. طبعا إحنا جبنا كقول ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية بيقول لك أنه حتى الشعراء في الجاهلية، أيضا الشعراء في الجاهلية كانوا ينظمون هذه الأبيات، يقولون في أشعارهم يعني الله في السماء، مثل هون لاحظ أنه مثل ابن القيم لما قال هنا أنه حتى عنترة قال في شعره يا عبله أو يا عبلة أين من المنية مهربي إذ كان ربي في السماء قضاه. هذه احنا بينا.
طيب نسمع الآن سؤال. والله يا دكتور أنت داير تلف في حلقة مفرقة كما يقال وتلف حول نفسك، أنت داير تلزمني لماذا لا يحكم الوهابية على من يقر بتوحيد الربوبية ويقول لا خالق إلا الله، ليش لا يحكموا عليه بالإيمان وحكموا على الجارية بالإيمان بمجرد قولها أن الله في السماء؟ أنت بترد على الوهابية ولا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي حكم على الجارية بأنها مؤمنة بمقتضى قولها أن الله في السماء؟ هل هم الوهابية أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال، هل حكم على الجارية بأنها مؤمنة بمقتضى قولها أن الله في السماء؟ من؟ الوهابية أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين نجي نشوف لماذا الوهابية مثلا لا يحكمون بالإيمان على من يقر بتوحيد الربوبية، ده موضوع آخر. لكن أنا الآن معك في حديث الجارية التي قالت أن الله في السماء وحكم النبي رسول الله عليها بالإيمان لأنها قالت الله في السماء، هل أنت مع الجارية أم لا؟ أجبني، هل أنت مع جواب الجارية الذي استحقت به وصف الإيمان على لسان رسول الله أم لا؟ أجبني، هل أنت تجيب بجواب الجارية الذي استحقت به وصف الإيمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ أجبني على هذا، بعدين تعال نقول موضوع الوهابية ليش وما ليش، ده موضوع آخر. شايفين ما في جواب، ما جاوبنا عن الإشكال اللي طرحناه وشرحناه، أنه كيف بتقول أنه نحن أنه إذا قلت لا خالق إلا الله ما أجبنا كما ترون عن الإشكال، أنه أنت بتقول الذي يقول لا خالق إلا الله، بل من يفسر، أنا سأتيكم الآن بكلام الألباني، أنه إذا يفسر، وأتيتكم قبل قليل بكلام ابن تيمية، أنه من يفسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله هذا لم يفترق عن المشركين في شيء. ليش؟ لأن المشركين كانوا يقولون لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله. طيب الإشكال هنا وارد، أنه أيضا المشركون كما أنتم تقررون يقولون أن الله في السماء ولم يحكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، لماذا حكم إذن للجارية بالإيمان؟ انت بتقلي لكن الرسول قال باعتقادها بانها مؤمنه، راح اجيك على هذه لسه، انت طول بالك، انا بوضح لك انه اصولك انت فارطه، انا راح اجي ساعاتيك انا على قضيه اعتقادها بانها مؤمنه. ليش خلصت انا حديثي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، دعني ارسل لك هذا وثيقه ابن تيميه، انه من يفسر لا اله الا الله بلا خالق الا الله هذا ليس، هذا لا يفترق عن المشركين. لحظه شوي، لاحظوا هذه، اجيب له انا بس لاجيب له لحظه قبل شوي، نحن لاحظوا هذا هون تعاضد العقل والنقل، بيقول لك اذا فسر مفسر الاله بمعنى القادر على الاختراع كما ينقلون عن ابي الحسن يعني الاشعري، بيقول لك هؤلاء لم يعرفوا حقيقه التوحيد. خلينا نسجل، لاحظ هون في تعاضد العقل والنقل، انا خليني ابعث لك هاي اول شيء الوثيقه حتى تتبعوا معنى الكلام، حتى تشوف انت ظاهر يعني حتى مذهبك انت ما انك مطلع عليه، حتى نحن نعلمك ان نعرفك بمذهبك، ما بدي لك بدي اعرفك لانه انا متناظر عيب يعني. طيب شوفوا هم معنا، تابعوا معنا الوثيقة كيف عم بيقول، انه ابن تيمية بيقول فاذا فسر المفسر، لانه بعد ما يقرر الاله بمعنى انه المألوه المعبود، وانه لا يجوز ان تفسرها بايش؟ بالقادر على الاختراع او بالخالق. ليش؟ بيقول لك اذا فسر المفسر القادر الاله بمعنى القادر على الاختراع، وهذا طبعا انا بينته في كتابي بشكل رددت على هذا الكلام لابن تيميه في كتابي في كتابي تنوير الرب الاله في دعوه التباين بين كلمتين الرب والاله، وصار الان انا ارسل لكم نسخه منه على 600 صفحه، ارسل لكم منه نسخه هنا على المجموعه، يعني اتحنا في بمناسبه شهر رمضان اتحنا الكترونيا. فاذا فسر مفسر الاله بمعنى القادر الاختراع واعتقد ان هذا اخص وصف الاله كما ينقلونه عن ابي الحسن يعني الاشعري، لم يعرفوا هؤلاء عن ابي الحسن واتباعه يعني الاشاعره، لم يعرفوا حقيقه، ابن تيميه يقول لك الاشاعره اذا لم يعرفوا حقيقه التوحيد
الذي بعث الله به رسوله الذي بعث الله به رسوله. ليش هون بقى محل الشاهد؟ فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. طيب وزان هذا الكلام قياسا على هذا الكلام، وكان فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله في السماء وكانوا مع هذا مشركين، فكيف قال للجارية إذن هو في السماء لما قالت هي في السماء قال اعتقى بأنها مؤمنة؟ الذي اللي تعب ترد على الرسول، لا حول ولا قوة إلا راح يجيك هلا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بس انت شوف هلا مذهبك، وبعدين اتحنشص اوليت اخواننا المصريين. خليني ابعث لهم انا نسخة من كتابنا. طيب الآن نأتي إلى الإشكال الثاني أو الثالث، لأنه أول إشكال أنه شهد لها بالإيمان لقولها أنه في السماء دون أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يشترك وقوله الله في السماء يشترك به المشركون مع المسلمين كما يقول الوهابية، فما الفارق إذن؟ ما هي علامة الإيمان؟ هذا الأول والثاني. طيب الثالث الآن، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. طيب هذا أيضا يخالف مذهبكم، أنتم تقولون هو فوق السماء، فوق السماوات السبع، هو على العرش فوق السماوات وليس في السماء. ستقول لي فيه بمعنى على هنا، هذا تأويل. هذا اصلا في خلاف انه هل في هنا فعلا تاتي بمعنى على، او في خلاف بين النحاة البصريون يقولون لا، الحرف الجر لا تتعاور، وهذا ذكره ابن هشام في المغني وقال اذا ورد شيء بخلاف ذلك فهو مؤول. اذا رجعنا الى التاويل، اذا ستقول لي في بمعنى على، طيب حتى لو قلت في بمعنى على، ما هو انا اقول بيهقي قال في بمعنى على، لكن هل هنا هذه على بمعنى العلو المكاني ولا العلو المكانة؟ لأنه على أيضا تأتي ليست للعلو المكان. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهة، التوبة على الله. شوف ستقول يعني واجب على الله، لا ليست واجب على الله، ستؤول يعني وإنك لعلى خلق عظيم، أيضا هنا في على النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. شلون يعني على خلق عظيم؟ هنا على هذه ليست للمكان هنا طبعا قطعا. شوف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان وجسم ونحن متفقون على أنه جسم، ومع ذلك احنا لا نحمل هنا على قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، لا نحمل على فوقية المكان، ما بالك بالخالق اللي نحن مختلفون انه هل هو جسم ام لا. نحن نقول مذهبنا ليس بجسم، انت مذهبك الله اعلم. طيب ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، ايضا وقفوا على ربهم، مش ربهم وقف عليهم، لا وقفوا على ربهم. هون سيؤولون ولو ترى اذ وقفوا على حكم ربهم، طيب ايضا كما اولت اول هنا. ايضا السماء أنت لا تقول أن الله، لذلك هون ابن عثيمين قال أنه طيب نسمع ماذا يقول. يا دكتور صلاح، هذه الوثائق وهذا القلم كله أنا لا أنظر إليه الآن أصلا، أنا يا رجل حديثي معك في حديث الجارية أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله فقالت في السماء، قال اعتقى فإنها مؤمنة. أنت تقول بجواب جاري أم لا؟ أجبني. هل أنت مع الجاري في جوابها أم لا؟ بغض النظر بعدين هل أنا أحكم على من يقول لا خالق إلا الله أو لا أحكم عليه، ده موضوع آخر متناقشين ما في مانع بعد هذه القضية. الآن ما هي عقيدتك في هذا الحديث وفي هذا الجواب الذي أجابت به الجارية أن الله في السماء والنبي هو حكم عليها بوصف الإيمان؟ هاته.
طيب طيب ننتقل إذن للنقطة التالية، أنه ظاهر هذا الحديث أنت لا تقول به، ولذلك ابن عثيمين في شرح الواسطية قال بالفم الملآن أن هذا الحديث حديث الجارية وآية أمنتم من في السماء ظاهره يفيد الظرفية، كما لو أنك تقول الماء في الكأس، فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء، فإذا كان الله، هذا كله كلام ابن عثيمين، فإذا كان الله يقول أمنتم من في السماء فهذا ظاهره، طبعا أمنتم من في السماء وحديث الجارية، اعتمد اللي خرجنا إلى موضوع آخر، لا حديث الجارية، وأيضا ذكر حديث الجارية هنا أظن هنا بعد قليل. طيب فلذلك بيقول لك المهم هو في حديث جارية في السماء، وهو كمان في السماء، عم نتكلم عن قضية في السماء. بيقول لك هون بعدين شوف، فإذا كان الله يقول أمنتم من في السماء فهذا ظاهره أن الله، هذا ظاهره أن السماء محيطة بالله، وهذا الظاهر باطل. لاحظ هذا الظاهر باطل، وإذا كان هذا الظاهر باطل فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله. شوف ظاهر باطل لكن غير مراد لله، وأنه لا، ولأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلا، مع أنه هون في نفس هذا الكتاب، هون شوف هذا الحكي قاله صفحة 398 في صفحة 315، يعني قبل هذا الموضوع في نفس الكتاب، بيقول لك من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال، مع أنه هو بعد 50-60 صفحة، شوف 395 هون 315 هون 398، شو قال لك أنه ظاهر آية أمدهم في السماء أن السماء محيطة بالله، كما لما تقول الماء في الكأس فالكأس محيط بالماء، يقول لك هذا الظاهر باطل. بعدين بيروح بيقول لك أنه هذه لابد منه هنا نؤولها، هو طبعا هنا بيقول لك يعني نحمل السماء بمعنى العلو أو نحمل فيه بمعنى أعلى. طيب هذا هو التأويل بحد ذاته، أنت جعلت الظاهر باطل، لاحظ، ورحت تبحث عن تأويل. أريكم أبعث له هذه الوثيقة. أيضا قضية السماء، إذا في قلت هون عم بيقول بمعنى على أولها، طيب السماء قال لك هون إنه السماء بمعنى العلو، طيب العلو ما ما, ما, ما العلو نفسه يحتاج إلى تفسير، العلو مكاني ولا علو رتبي؟ علو المكاني هذا في إشكالات سنأتي عليها، المكان اللي هو هذا مكان مخلوق ولا غير مخلوق، قديم ولا حادث، محيط ولا غير محيط، يعني هذه في إشكالات أخرى، لكن السماء هون بمعنى العلو، والسماء تأتي بمعنى المكانة، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، هذا النابغة أظن يقوله، وهذا ساقه أبو حيان في تفسيره والشوكاني أيضا في تفسيره في القدير. أيضا كما أنت تؤول السماء بالعلو، أيضا السماء تؤول بالمكانة، وفي كما في تؤول بمعنى على أيضا نفسها تأتي بمعنى على للمكان، وتأتي على بمعنى للرتبة وللقهر وإلى آخره. طيب أيضا هون في إشكال آخر، هون الإشكال الآخر أنه هذا على مذهب الوهابي أيضا، أنه جعلها مؤمنة لمجرد قوله أين الله ولم تعمل عملا صالحا، يعني لو سلمنا جدلا أنه يا أخي ماشي الذي يقول أن الله في السماء هو يعني سنعتبر هذا دلالة على الإيمان أو كذا، طيب وين العمل الصالح؟ ما في عمل صالح هون، لذلك هذا احتج به المرجئة على قضية أن الإيمان فقط هو عمل، فقط هو اعتقاد أو قلب، اعتقاد أو قول باللسان، فرد عليهم أحمد لما احتجوا بهذا الحديث حديث الجارية، قال لا، ليس كل الناس تقول أو ليس كل الرواة يقولون اعتقها فإنها مؤمنة، مالك يقول اعتقها فقط، وهذا ردا عليه، النبي يقول اعتقها فإنها مؤمنة وأنت تقول ترد على النبي. أريكم وثيقة الإمام أحمد، هذه هي الوثيقة، أنا دعوني
أرسلها للمجموعة أولا حتى يقرأوا معنا ويتبعوا. لاحظ هذه السنة، كتاب السنة للخلال، ونقله أيضا ابن تيمية أنه هذا في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، وكان عمال يناقش شوف هذا كتاب الإيمان لابن. لاحظوا هذه الوثيقة، أنا بنسى أسجل على الواتساب، مع أنه مسجل وأظن نفسي عم سجل فقط على اليوتيوب. طيب لاحظوا هذه الوثيقة اللي أرسلتها، هذه كتاب السنة للخلال، وأيضا هذه نقلها ابن تيمية في كتاب الإيمان، وهو يناقش المرجئة، أن المرجئة احتجوا بحديث الجارية على أن الإيمان هو فقط قول أو اعتقاد. المرجئة والجهمية وكذا، حتى بيقولوا الأشاعرة بيقولوا عنه المرجئة الوهابي. لاحظوا إيش هذا الأثر بيقول، لنا نقرأ مع بعض. شوف يقول أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد في الحديث الذي يروى أعتقها فإنها مؤمنة. قال أحمد: ليس كل أحد يقول فيه إنها مؤمنة، يقولون أعتقها، يعني اختلف الرواة فيها، بعضهم يقول أعتقها، حتى هنا بيعمم يقول لك يقولون. قال: ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال ابن علي، اللي هو هلال أبي ميمونة، لأنه هذا يروي هذا الحديث، هذا حديث الجارية كما سترون، هذا يرويه مالك ويحيى بن أبي كثير عن هذا، هاي حديث الجارية، لاحظوا يرويه هذا يحيى بن أبي كثير وكذلك مالك عن هلال، اللي هو هذا هلال أبي ميمونة، اللي هو هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم. لاحظوا هنا ايش بيقول لك، هلا هون في حديث مسلم انه بيقول له بالاخير، بيقول له اعتقها فانها مؤمنه. هذا مين رواه؟ هذا من طريق يحيى بن ابي كثير، لكن مالك رواه بالموطأ، ما ذكر لفظه فانها مؤمنه. لاحظ هلا رجعنا هذا قدامكم، هذا الموطأ، لاحظوا هذا موطأ مالك. شوف أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فقط، ما فيها أعتقها فإنها مؤمنة. لاحظتم؟ بنرجع لي كلام الإمام أحمد في السنة للخلال، فبيقول أنه ليس كل أحد يقول إنها مؤمنة، يقولون أعتقها، ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال، يعني ابن أبي ميمونة، لا يقول فإنها مؤمنة. قال، وهذا طبعا أحد وجوه الاضطراب في الحديث، لأنه كما رأيتم يحيى بن أبي كثير يرويها عن هلال أيضا، بيقول إنها مؤمنة، مالك بيروي بيقول لا ما فيها مؤمنة، إنها مؤمنة. قال: وقد قال بعضهم فإنها مؤمنة، يعني نعم بعض الرواة قال فإنها مؤمنة، فهي حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة، هذا معنى، يعني هي الحكم المؤمنة، هي مؤمنة حكما وليس فعلا. ليش؟ لأنه الإيمان مرتبط بالعمل الصالح أيضا، ركن منه، هذا كما يقرر الإمام أحمد، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث وكذا، خلافا لمن يقول الإيمان هو التصديق. شوف هذا هون كلام بقى، أنه مين عم يحتج بهذا الحديث؟ عم يحتج فيه المرجئة. هذا هون شوف الجامع العلوم الإمام أحمد بيقول لك، بعد ما يقول أنه ليس كلهم يقولون ليس كل أحد يقول فإنها مؤمنة، شوف بيقول لك، يقول في رواية الميموني: سمعت أحمد، هذا خلينا نبعث لهم إياه كمان، مش مهم، هو المهم شاقه صايره، انه ما نبعث كل شغله من نقراها. لاحظ انه عم بيقول الميموني، لاحظ انه سمعت احمد يقول يوما، وذكر هذا الحديث، يعني حديث الجاري التي اتي بها الى رسول الله، فقال: هم يحتجون به، يعني المرجئه، هذه يعني المرجئه هكذا مكتوبه،
هنا لاحظ في كتاب السنة الخلال، لاحظ من كتاب هذا طبعا نقل عن كتاب الجامع العلوم الإمام أحمد، لاحظ يحتاجون يعني المرجئة، شوف يقولون الإيمان قول، والنبي لم يرضى منها حتى قال تؤمنين بكذا تؤمنين بكذا. يعني هو راح الإمام أحمد جاب بعض روايات للحديث هذا، أنه في بعض روايات هذا الحديث أنه هل تؤمنين بالبعث، هل تؤمنين بالكذا، هل كذا هل كذا. لاحظتم؟ يعني المهم محل الشاهد هنا أنه احتج بها المرجئة، احتج بهذا الحديث المرجئة على أن الإيمان قول، فبيرد عليهم أحمد بيقولون لا، أنت وين محل احتجاج أنه اعتقى فإنها مؤمنة؟ بيقولون أولا هذه موكل الرواة تقول فإنها مؤمنة. هذا رد على أخونا، بيقول لك أنت عم ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم، تابعين مثل ألباني. الألباني كان يضحك على الناس، بيقولون بتريدوا هلا صلي صلي، أتريدون أن أصلي لكم، خلينا نتكلم الفصحى، أتريدون أن أصلي لكم صلاة رسول الله أم صلاة أبي حنيفة والشافعي؟ يضحك على الناس. كويس بعض الناس انتبهوا، بعض العوام قالوا لا، إحدى النساء قالت لا أريد أن أصلي مش صلاة رسول الله، صلاة الإمام مالك، لأن مالك أفهم منك يا ألباني في صلاة رسول الله فأفهمته. فهذا هو هنا، إذن هذه النقطة الثانية. طيب نحن إحنا سنكتفي بهذا القدر بالنسبة للجزء الثاني على اليوتيوب، حتى الآن نفتح جزء ثالث ونبين الاختلافات في الحديث بقى الأخرى. يعني إحنا ذكرنا الآن أحد طرف هذا الخلاف، طرفا من هذا الخلاف اللي هو أحمد قال أنه ليس كلهم يقولون اعتقها فإنها مؤمنة، بعضهم يقول اعتقها وبعضهم يقول اعتقها فإنها مؤمنة. سنأتي بقى بالخلافات في هذا الحديث سندا ومتنا في الجزء الثالث على اليوتيوب، نكون المناظرة طبعا هنا على الواتساب.